بيقول ايه من عاصم بقى اللي هو ادلى بتصريحاته ان عايز يهيج الشعب وانه عايز يقوم مظاهرات عارمه في البلد لحد ما يطهر القضاء اللي ما حكمش عليه بالاعدام في يوم من الايام. نشوف الشاطر بيقول ايه. الشاطر بيتكلم كده بيؤيد الافراج عن مبارك. الشاطر يؤيد الافراج عن مبارك مقابل امواله وبعد استفتاء شعبي. طب يا ترى الاستفتاء الشعبي ده هيكون من جماعه الاخوان المسلمين والسلفيين طبعا، بس هو ده الاستفتاء اللي هو ممكن يكبره ويبين المظاهرات عليه ويعمل ان الشعب موافق كده. واسر الشهداء ترد: نستفتي على محاكمه مرسي اولا. انا ما اقدرش ابدا اقايد على دم بفلوس. ما ينفعش ابدا اي حد يديني قصاد الابن فلوس. ما ينفعش يقول يدينا الفلوس ويطلع مبارك. اولا مبارك مش هو اللي قتل الثوار. مبارك متهم ظلم في قتل الثوار. اجينا للحق، اللي قتل الثوار الطرف الثالث، ولما نبص على الطرف الثالث هنلاقيهم الاخوان. صح الكلام؟ ده الكلام الحقيقي. اما مبارك النهارده انا في نظري التهمه الموجهه اليه هو انه ساب الناس دي في البلد ترعى بالوضع ده، انه سابهم ينعقوا في كل مكان ويخربوا عقول الناس بالشكل ده، انه وصلهم لان يجي اليوم ده ويمسكوا بالشكل ده، انه وصل الناس لكميه الغضب اللي تخليهم يتظاهروا ضده ويقلبوا البلد ووصلنا كمان لمرحله من ان احنا مش قادرين نختار يوم ما تتعرض لنا الديمقراطيه او يوم ما نقدر نيجي جالنا يوم نختار رئيس. قعدنا سنين ما بنعرفش نختار رئيس. هو بينجح بالتبعيه كده يعني هينجح؟ يعني هينجح صناديقه على طول بتقول نعم، نتيجته على طول فوق 90%، على طول هو ناجح. مفيش اختيار حقيقي، عشان كده لما جه الشعب يختار حقيقي اختار مصيبه، اختار كارثه، اختار بلوى لسه واعين فيها ولسه بنقع فيها، اختار حاجه جابت البلد تحت اكتر ما كانت. لكن الحقيقه وكل الاصوات اللي بتقول ولا يوم من ايامك يا مبارك، اعرفوا ان مبارك هو اللي وصلنا للي احنا فيه ده. هو طبعا اذا قورن بحكم الاخوان واذا قورن بمرسي هو رئيس محترم، هو رئيس شكله يشرف، هو رئيس عارف يتكلم، هو رئيس ما باعش للنهايه البلد، ما قطعهاش وباعها للي يسوى واللي ما يسواش، ما تخبرش ضدها. عمل كل ده. هو صحيح كان بالنسبه لمرسي ماي جاد مفيش اي فرق او مفيش اي مقارنه بينهم، لكن في الحقيقه هو خان الشعب المصري. خان الشعب المصري لما تنوا قاعد على قلبهم 30 سنه، لما تنوا يعلمهم ان مفيش انتخاب حقيقي وحر، لما لغى معنى الديمقراطيه منهم، لما سابهم تنهشهم الامراض وتجيلهم الاوبئه والسرطانات من الاكل المسرطن اللي كان بيسمح بزراعته علشان يكفيهم ومش والحاجات اللي كان بيعملها وزير الزراعه بتاعه، لما ساب الناس في المستشفيات بأمراض شتى من غير علاج كفاية، لما ساب العيال في المدارس بالسبعين والثمانين واحد في الفصل فيطلع التعليم متردي جدا ويطلعوا العيال مش فاهمين حاجة، لما ساب أطفال الشوارع ترعى وتكتر وتكتر الجريمة في البلد، لما ساب العشوائيات تتبهدل وما رعاش الأسر التعبانة دي كلها، لما ساب الفقر ينهش البلد، لما ساب الشباب تسافر وترمي نفسها في البحر عشان تطلع لما عندهاش فيزا لمجرد أنهم يروحوا أي بلد يسترزقوا منها، على ان الشاب طاقة، ثروة لا يمكن ان تقدر بمال. لو عرف يستغل الثروات دي، لو كان بص للبلد بعين الانسان المصري الاصيل، لو كان بطل يهرب في امواله، حفيدك مات، فاضل لك حتة ولدين، كل الفلوس اللي هربتها ليه والمين؟ عملت كده ليه فينا؟ في الاخر خالص برضه الناس منطبتهم بيقولوا بنحبك، وانا شخصيا ما بكرهوش، بس حزينة لان هو اللي وصلنا للي احنا فيه ده. لولا اللي انت عملته يا مبارك، ويا ريت صوتي يوصل لك، نفسي تسمعني وانا بقول لك مني ليك ومواطنه عاديه جدا، بتقول لك يا مبارك ليه وصلتنا للي احنا فيه ده؟ قعدت ليه 30 سنه تذل في الشعب ده؟ ليه ما خليتش بالك ان الشعب ده مصيره يوم يثور ويقف ضدك؟ ليه وصلت الناس لان هي تختار الاختيار الاسود ده؟ ليه علمتهم الخيبه والخوف والجبن؟ ويوم ما قالوا مش هنخاف تاني وصل ان هم يكون جواهم قطيع من المرضى النفسيين الغير مؤهلين للاختيار. ليه سبت شيوخ الجوامع تنمو وينمو في وسطهم الزوان الرهيب ده؟ مش انت كنت سبب كل ده؟ ما تقوليش ان انت ما كنتش شايف، وان كنت ما كنتش شايف سمحت لنفسك ليه تكون رئيس؟ انا شايفاك لحد اللحظه دي وانت في القفص بتاعك عندك كامل الوعي وكامل العقل، اذا تتحاسب على كل اللي حصل فينا. ليه سبت ولادك يهربوا الفلوس اشكال والوان؟ ليه ما علمتهمش ان اللي هم فيه يتمناه مليون شاب زيهم؟
ليه ما شفتش الشباب اللي في سن ولادك وهم بيتدفنوا وهم بيموتوا في البحر وهم بيطلعوا؟ ليه ما شفتش الشباب اللي في سن ولادك وهم بيعتقلوا من غير ذنب وهم بيتسجنوا وهم بيموتوا في السجون؟ ليه ما شفتش كل ده؟ ليه ما اعتبرتش ان كل مصري ابنك؟ ليه ما رعيتش ربنا في مصر؟ النهارده انت اللي وصلتنا للي احنا فيه ده كله. مش عايزه اي حد يقول يا ريت ايام من ايام مبارك، لا. اذا كان مرسي سيء جدا 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 فمبارك كان انسان سيء برضه. ما خانش، لكن تهاون جدا في حقنا ووصلنا للي احنا وصلنا ليه. الشاطر بقى ناوي بيقول نطلعه مقابل اموال. نطلعه مقابل اموال، هو ممكن يطلع، احنا سجنه مش هيضرنا، اطلعه. بس ما تقولش ان انت بتطلعه عشان اموال، عشان تاخد منه اموال. الاموال دي هتجيب بيها سلاح تقتل بيه الشعب المصري. الاموال دي هتزرع بيها مخدرات تاني في افغانستان عشان تتاجر بيها تاني وتحرق مصر عن بكره ابيها ويمتد حرقك لبقيه البلاد. ما احناش عايزين اموال مبارك قصاد طلوعه، لان الاموال دي مش هيستفيد بيها الناس، مش هتعمل بيها عمل خيري، مش هتعمل بيها حاجه تفيد مصر. لكن انت بتقطع في مصر من يوم ما شفنا وش حضرتك يا حضره الشاطر، ومصر نازله بصاروخ للارض، بصاروخ لقاع الارض. مصر ما فيهاش اي تقدم على ايديكم. راعوا ربنا اذا كنتوا تعرفوه، وكفايه كده، وكفايه قوي كده. اما دم الشهداء ما ينفعش يتقايض عليه بفلوس. وقبل بقى ما نحكم على مبارك او نطلعه او ناخد منه فلوس قصاد الدم، عايزين نحكم على مرسي، ونحكم على الشاطر، ونحكم على العريان، ونحكم على بديع. وايه ذنب الورد يا بديع؟ ايه ذنب الورد اللي النهارده كل يوم بندفنوه؟ ايه ذنب الورد والشباب اللي زي الورد اللي بيقعوا كل يوم في المظاهرات وسيادتك وحشيتك بتسميهم انهم بلطجيه؟ الشعب المصري مش بلطجي، اللي بلطجيه فعلا اللي بيقولوا ان احنا هنحرق مصر لو ما بقاش مرشحنا رئيس. البلطجيه فعلا هم اللي بيحموا مقراتهم في الوقت اللي هم سمحوا لنفسهم فيه بانهم يحرقوا السجون ويحرقوا الاقسام ويحرقوا رجال الشرطه. البلطجيه فعلا اللي بيقولوا ان احنا مش هممنا ان احنا نكون قتله للشرطه وللشعب المصري لانهم قتلوا فلان وفلان وفلان. مش من حقك، انت مش قاضي عشان تقتل واحد او شرطه لانها قتلت فلان. وهل انت قتلت الشخص اللي قتل، ولا قتلت بالجمله وعشوائي؟ هل انت قصدك تنشر الرعب في قلوب الناس؟ هل هي دي رسالتك؟ نشر الرعب والخوف في قلوب الناس؟ الشاطر بيقول كده كمان، اعلن الشاطر نائب مرشد الاخوان انه لن يترشح لاي انتخابات رئاسيه. فرحتني، ده حد يزرغت يا جماعه، زرغتوا له، زرغتوا للشاطر وهو بيقول لنا انه بيوعدنا انه مش هيترشح للانتخابات الرئاسيه. هو مش بديع قبل كده برضه وعدنا انه مش هيرشح اي حد من الاخوان للانتخابات الرئاسيه؟ ومش دي جنابك برضه اللي صرحت وقلت لو اي حد ترشح من الانتخابات الرئاسيه مش هنأيده؟ مش قلته كده برضه؟ فكرك بنصدقكوا؟ فكرك خلاص بقالكوا لأي مصداقية في الشارع؟ فكرك في بني آدم عاقل عنده ذرة عقل صغنونة قد كده ممكن يصدق أي تصريح من تصريحاتكوا؟ بيقول لن يترشح أي انتخابات رئاسية الفترة المقبلة، ولن يتولى أي مناصب قيادية. ما كفاية إن أنت اللي بتدير البلد من تحت لتحت، نص مناصب تانية إيه اللي أنت عايزها؟ قائلا في تصريحاته للوكالة الألمانية خلال سفره إلى ماليزيا، لن أسعى لتولي أي منصب قيادي في الدولة لأنني أكمل هذا العام 64 سنة، عقبال 640 سنة يا فندم، وأسعى للراحة حتى من أعمالي الخاصة، وأرى أن تقصير المناصب القيادية، أن تقتصر المناصب القيادية على الشباب، لأن المسؤولية تستلزم استعدادا ذهنيا وبدنيا كبيرا، وما تتردد بشأن ذلك يدخل في نطاق الشائعات. يعني حضرته بيأكد لنا ان الراجل بقى عنده 64 سنة وبدأ وصل من العمر لانه عايز يرتاح بقى من اعماله، وان الدور الجاي للشباب هو دوره ان شاء الله تحريضي من تحت لتحت من غير هو ما يظهر في الشاشة. الحقيقة انت لو كنت نفعت تبقى رئيس جمهورية ما كانش هيبقى، ما كناش هنشوف الوش السمح الاخر لرئيس الجمهورية الحالي الكبير بتاعكم. ولكن حضرتك كنت برضو ما ينفعش انك تكون، لكن طبعا انت متخيل ان دلوقتي ينفع لان خلاص اللي خلى مرسي ينفع فعادي ان حضرتك تنفع. anyway مش قابلين مرسي ومش عايزين سعادتك، وان مشي مرسي ما احناش عايزينك. وما تتخيلش ان بسقوط مرسي واحد من الاخوان او حتى السلفيين هيطلع فيها تاني. الشعب استوى، استوى، الناس استوت. يا اخوان تحاولوا تسمعوا، هو انتوا عندكم مشكله في السمع ولا ايه؟ انتوا عندكم مشكله في الودان؟
مفيش يا جماعه دكاتره ودان تدي للناس دي دواء. الشعب استوى، الشعب استوى، ما بقناش عايزين اي حد منكم خالص.